لمباراة السوبر. شكرا ليك زميلي محمد فاروق سعد، كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي، والفريق منذ لحظات قليلة لسه واصل لفندق الإقامة بعد نهاية التدريب. هو التدريب الأول لفريق النادي الأهلي في ملعب إحدى الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة. كابتن حسام البدري اطمأن بشكل كبير جدا زميلي محمد على حالة اللاعبين بالكامل. يمكن التدريب انقسم لأكثر من جزء، المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة نادي الزمالك يمكن خاض التدريب بدني خفيف، ثم بعد ذلك هناك تدريب ريكفري ثم استشفى، خاصة أن هناك عدد من اللاعبين يمكن بعد مباراة الزمالك لم تكن هناك أي تدريبات خالص نتيجة تضييق الوقت واستعداد لمباراة المصري. ثم بعد ذلك الكابتن حسام أجرى تقسيمة فنية ومران بدني شاق للمجموعة الأخرى التي لم تشارك في مباراة الزمالك، وكان تدريب تكتيكي. الكابتن حسام بشكل عام ما تقدرش تقول أن أنت من خلال هذا التدريب تقدر أن أنت تختار التشكيلة او تقدر تطلع على التشكيله الاساسيه اللي ممكن تلعب مباراه المصري، لان المجموعه الاساسيه اللي خاضت بالكامل مباراه الزمالك لم تاخد اي مران فني في هذه التدريبه، لكن المجموعه الاخرى كان مران بدني ومران فني استمر حوالي ساعه. لكن اقدر اطمنك يا زميلي محمد، واقدر اطمن كل مشاهدي قناه الاهلي ان حاله اللاعبين بالكامل في حاله فنيه وبدنيه متميزه جدا. امكانيه مشاركه سعد سمير، امكانيه مشاركه عدد من اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الزمالك لم تتحدد حتى الآن. يمكن أنا كان لي حوار قصير مع سعد سمير بخصوص إمكانية مشاركته في مباراة المصري. سعد يمكن يعني هو تحدث قال إن هو بقاله فترة كبيرة كان بعيد عن التدريبات في الفترة الأخيرة، فبالتالي نفس الكورة نفس المباريات لسه خلال الفترة الحالية محتاجه بشكل أكبر، لكن خلال التدريب غدا بإذن الله لسه هناك طبعا هناك مران أساسي سيكون على استاد هزاع بن زايد. الحمد لله المران انتهى دون أي إصابات، اللاعبين في حالة فنية جيدة جدا. لسه الفريق زي ما قلت لك زميلي محمد واصل لفندق الاقامه في محاضره فنيه بعد العشاء او تحديدا بعد ساعه ونص من الان، محاضره يكون بقى فيها هايلايتس واستعداد فني ونظري لمواجهه فريق النادي المصري، في انتظار ايضا بعد ساعه او ساعتين على اقصى تقدير وصول مجلس اداره النادي الاهلي هنا لمقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. ايضا مؤمن زكريا التحق بالبعثه فجر اليوم وتدرب اليوم تدريب خفيف، لان مؤمن كمان من اللعيبه اللي شاركت في مباراه الزمالك بشكل كبير. ايضا مسؤولي نادي العين الاماراتي حريصين على التواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي، وكان حريص النهارده رئيس نادي العين على يعني الاطمئنان على بعثه فريق النادي الاهلي، وكان متواجد معهم في الغداء النهارده الساعه 2:30 الظهر. بكره باذن الله الساعه 12:30 بتوقيت الامارات 10:30 صباحا بتوقيت مصر هيكون في مؤتمر صحفي للكابتن حسام البدري واحد لاعبي فريق النادي الاهلي. هذا المؤتمر الصحفي سيكون في استاد هزاع بن زايد، وبالامس كان هناك اجتماع فني لفريق النادي الاهلي وفريق النادي المصري مع المسؤولين عن تنظيم المباراة بخصوص مواعيد المؤتمرات الصحفية وتدريب فريق النادي الأهلي على ملعب المباراة. بأن الأهلي بالطبع هو بطل الدوري وبطل الكاس، سيكون هناك التدريب الرئيسي على استاد هزاع بن زايد في 8:00 بتوقيت أبو ظبي أو توقيت الإمارات، 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. لكن الحمد لله كل الأمور تسير بشكل جيد جدا. جماهير النادي الأهلي يمكن ده بقى الشيء الجميل اللي احنا خدنا بالنا منه من ساعة ما وصلنا هنا لإمارة العين، جماهير النادي الأهلي مع الفريق في كل مكان. اول ما وصل مطار ابو ظبي، اول ما دخل فندق الاقامه في اماره العين، اول ما راح استاد طحنون بن محمد في هنا في العين، الجماهير متواجده مع الفريق في كل مكان. بعد نهايه التدريب اول ما وصلنا ولقطات حيه هتكون معاكم بعد لحظات قليله ووصول فريق النادي الاهلي، الجماهير متواجده في كل مكان حريص على تشجيع فريق النادي الاهلي. الناس هنا بتحضر من كل حته، جايه من الشارقه من دبي من ابو ظبي، حريص على مشاهده ومتابعه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن بشكل عام الامور الحمد لله تسير بشكل جيد. بعد قليل سيكون هناك العشاء بالنسبه للاعبين، ثم المحاضره الرئيسيه والفنيه بالنسبه للفريق استعدادا لمباراه المصري. اليك الكلمه زميلي محمد فاروق هنا طبعا بعد كواليس واخبار ومتابعه حيه لفريق النادي الاهلي لحظه بلحظه من داخل فندق الاقامه وايضا في ملاعب التدريب. شكرا زميلنا محمد سعيد، تغطيه وافيه صراحه، كل همسه وكل لمسه داخل معسكر النادي الاهلي في الامارات استعدادا للسوبر بننقلها لحضراتكم عبر شاشتكم عبر شاشه قناه النادي الاهلي. نرجع تاني.